أهلا، مساء الخير زميلتي ماجدة. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية. البداية ستكون من ولاية الصيف، حيث هلكت صباح اليوم تلميذة تبلغ من العمر 13 سنة وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، قول منهم 4 طلبة، بعدما دهستهم شاحنة لنقل الحاويات بوسط مدينة العلمة. وللمزيد نربط الاتصال بمراسلنا فارس شايب. مساءك سعيد فارس. أهلا بك زميلي أمير وكل المشاهدين الكرام. فارس، ضعنا في الصورة أكثر حول هذه الحادثة الأليمة. نعم زميلي، فعلا اهتزت مدينة العلمة صبيحة اليوم على وقع حادث مرور أليم سببته شاحنة لنقل الحاويات التي كانت مفرطة نوعا ما في السرعة، عندما ارتطمت بشاحنة أخرى صغيرة لنقل البضائع، والتي وقفت فجأة لمرور التلاميذ قصد مرور تلاميذ المدرسة، إلا أن الحادث زميلي أودى بحياة تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة والمسمى ركاد ابتسام، وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، من بينهم أخت الضحية التي لا تزال تصارع الموت بمستشفى سروب الخطير بالعلمة، والمسميات ايضا ركاد الهام البالغ من عمر 16 سنه، الامر الذي ادى الى استياء وغضب كبيرين من طرف سكان المنطقه، والذين ارجعوا السبب في تهاون السلطات المحليه وارجاع الممهلات على ما كانوا قبل زياره الوزير الاول السيد عبد الملك سلال في ولايه الطيف منذ اكثر من 15 يوم قصد ضمان السلاسه في المرور لتفقد المشاريع التنمويه في المنطقه. نعم زميلي، للأسف فما عسانا إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، وأن يرزق ذويها الصبر والسلوان. إليك زميلي أمير. شكرا لك فارس، مراسلنا من ولاية ستيف، كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى موضوع آخر، أصدرت محكمة تسمسيلتا الابتدائية أحكاما تقضي بالحبس 5 سنوات نافذة في حق رئيس بلدية العيون السابق، و3 سنوات سجنا نافذة في حق رئيس بلدية العيون الحالي، وأيضا 3 سنوات أخرى في حق 2 من رؤساء المصالح بذات البلدية، و2 سنوات لممول، و3 سنوات لمنتخبة بالمجلس، و3 سنوات أيضا سجن نافذة في حق نائبي رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق. تم النطق بهذه الأحكام بتهمة عقد اتفاقيات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام وتهمة استغلال المنصب، ليضاف مجلس بلدية العيون إلى 6 مجالس أخرى بولاية سمسيلتا دخلت أروقة المحاكم وأصدر في حق أعضائها أحكام قضائية. ودع أمس سكان مدينة بتنا المرحوم كمال لصيف الذي راح ضحية غدر مجهولين، يعتقد أنهم من أنصار فريق هلال شلغوم العيد، منحوه قارورة ماء اتضح بعد شربه منها أنها تحتوي مادة قاتلة شبيهة بحمض الأسيد. تفاصيل هذه الحادثة الغريبة التي هزت سكان ولاية بتنا في هذا التقرير لمراسلنا سعيد حريكة. هنا على قارعة هذا الطريق الاجتنابي الشمالي بحي بوزوران بمدينة بتنا، قدم مجهولون قارورة بداخلها سائل قاتل يعتقد أنه حمض الأسيد للشاب كمال لصيف الذي نال منه العطش نتيجة ممارسته رياضة الركض، وما إن شرب من القارورة معتقدا أن بداخلها ماء حتى شرع في تقيؤ الدم ثم سقط أرضا. عائلة الضحية في حي بوزوران تروي لنا قصة ما حدث على لسان ابنها قبل وفاته فجر أمس الأحد. كي عطا هذاك القاعة تاع الماء وما داش حسابه الحاجة وحده أخرى. مين الناس هذو والله غالب عليهم، داروا له لاصيد في الماء. تسمى غدروا كيما نقولوا. هو نيتو على كاس ماء، عطاوه لاصيد. الكفار ما داروهاش للعرب، أنا نقول تعين لي هكا والله ربي يعلم. رحت عنده سبيطار طليت عليه. قلت واش الكمال؟ قال لي مديت فوتينغ وصامبور كحلة. عطوني الماء نشرب، عشيت انا هنا نطيش. وفي الوقت الذي شيعت فيه جنازة الفقيد عصر أمس في مقبرة بوزوران، سادت حالة استنكار واسعة سكان باتنا وسط ترجيح فرضية العمل الإجرامي على خلفية المقابلة التي جمعت مولودية باتنا وهلال شلغوم العيد. المرحوم هذا اللي توفى كما نقولوا احنا ملي كان جارنا هنا نعرفوه، كما نقولوا تبانا ما يديهاش. منين جا الكر هذا؟ جا على جا الماتش، على جا البالو تقتل واحد. يمد له قرعه تاع ماء ويقتلوا على جا الماتش، هذه راهي ماهيش مليحه لا عند ربي ولا عند العالم. ليرحل الشاب كمال الى مثواه الاخير بشربه ماء ارادها ان تطفئ ظمأه فاودت بحياته.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. إلى موضوع آخر، تعرف أسعار النقل بولاية قسنطين ارتفاعا محسوسا خاصة لدى سائقي سيارات الأجرة. مسار السيارة وتذمر المواطنين خاصة منهم ذوي الدخل المحدود. المزيد في هذا التقرير عبد الجليل الحنديس وورد أقشيشة. من 30 إلى 40 دينار للفرد الواحد هي الزيادة التي عرفها قطاع النقل بولاية قسنطينة خاصة لدى سائقي سيارات الأجرة، وهو ما أثار استياء المواطنين خاصة منهم ذوي الدخل المحدود. المرحلة اللي قاعد يفوت عليها دي رفع أسعار. احنا اليوم شفنا ثاني سياسة أجرة قاعدين يزيدوا، ناس قال لك طرف التجارية تعطيهم الرخصة، الدولة يعني الحكومة، وكاين ناس قال لك من سراسهم. نركبنا مع ناس لقينا مزادوا 4000 من منطقه لمنطقه. زياده فيها في كلش تسمى، ما دام دوكا واحد يزيد لك في ليسونس، يعني ما راح يزيدوا فيهم في الواحد. المشكل جات في اللي يخدم دوكا، اللي المدخول تاعو ضعف، هو الضحيه هو المواطن ديما. من جهتهم سائقو سيارات الأجرة أكدوا أن الزيادات حتمية نظرا لارتفاع أسعار الوقود التي عرفتها الجزائر في المدة الأخيرة. يسمى الخدمة فوس، السيركيلاسيون، ليسونس غلا، هي هذوك. انا والله راني يجي ساعتين وانا ندور ودوره وما كانش. ما زاد واحد بصح حنا ما زدنا ما والو كل ماما، نمشيو نورمال كي العاده. ما فول بيا جاتني تاع طاكسي ورجعنا في الشغل. ما كانش منها. كل ماما راني نمشيو بالبري تاع بكري خويا. هي زيادة غير مبررة لأسعار النقل خاصة منها سيارات الأجرة والتي يدفع ثمنها المواطن في كل مرة. نهاية الموعد المحلي، شكرا لكم على طيب المتابعة.